كتشريش مازال الناس ما تشريش، كتصوم الناس وصافي، كاين غير مصومة. ما مصومة وصافي، مازال ما كتشريش. ايوا كلشي على الله. واش غدير السلاك؟ هي قول لي الساعة عطاوك فيها الثمن. الثمن وجينا لهاد الناس هادو. قول لي في تيم حضيت كاين الثمن على هنا. والله إلا كاين الثمن. ما تهز ما تحط. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. خوتي خواتاتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حنا الاخوان متواجدين في تطوان، مدينه تطوان، سوق القره. تبارك الله، اللهم بارك. كما الاخوان متولعين بسلاله تيم حضيت، هي ديال الاخوان عليها تبارك الله اقبال في الناحيه ديال الشمال. اللهم بارك، اللهم يسر. حنا الاخوان السلعه دي تبارك الله موجوده، السلعه المويانه، السلعه ديال الدرويش تبارك الله. اللهم بارك، اللهم يسر. هم الاخوان اليوم 3/7/2022 تبارك الله. حنا الاخوان مابقى والو، اليوم الحد الجاي ان شاء الله عيد الاضحى. حنا الاخوان حنا متواجدين، ناس من الناس اللي تيتبعونا راهم عارفيننا، راه شافوا السلعه اللي جبت. يعني الحمد لله كاينه شي بركه تبعت وشي بركه مازال. اليوم اللي جبت رقيقه تقريبا بحال هادي هي اللي جبت اليوم. وان شاء الله الاخوان نبقى كل نهار بدنا نحط لكم فلوق خاص هي مع كساب. المهم اجواء ديال السوق ولا سخر الله، نحط لكم حتى مع الشرايه، نحط لكم اثمنه ديال البيع وضحيات العيد من السوق. هاد السوق الاخوان سوق القرنة، ما تيقول القرنة. اللهم سير، اللهم بارك. هذا واحد الباب هنا الاخوان، سلعه تبارك الله نقيه الاخوان، هادي نقيه تبارك الله. اللهم يسر، مولاها راه تيبيع، يعني ما غاديش باش يعطينا شي قيت. المهم نشوفو ان شاء الله شي قيت ونجيو نشوفو مع الاجواء. صراحه الاخوان يعني علاش صورت انا، عجبني الديزاين ديال هاد القيطون، هذا الشكل ديال هاد القيطون عجبني. يعني الصراحه بالبويبات داكشي، يا سلام. هذا الاخوه الكسابه ديال تيم حضيت، هادو تبارك الله. هاد السلعه الاخوان المويانه موجوده تبارك الله هنايا. هم الاخوان الناس اللي تيتفرجوا فينا اول مره ما ينساوش يخليو لنا شي كومونتير وتابونوا معنا، تفعلوا في القناه، تفعلوا الجرس. تحياتي للجميع. ادخل هو هذا، اللهم يسر الله يسخر. الاخوان بالصدفه هنايا تلاقيت مع اخ دريس تبارك الله، اللهم يسر. الدراري ديال تيم حضيت اللهم بارك، السلعه ديالهم اللي جايبين هي هادي. السلام عليكم. الله يسخر، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم، الله يخطيكم. سوق زرو تيم حضيت تبارك الله، ديما حاضرين فيما فيما فيما. وحنا دابا قول لي احنا في تطوان. لا لا لا، عند هاد الناس ضياف هنايا. ها جينا نكبروا بهم هنايا وخلينا السوق ديالنا لهيه وتعطانا المعاش ليه، واني جينا نكبروا بهاد الناس والحمد لله حنا تنعديو معاهم تيسعد الله. ايوا كلشي على الله. دابا كاين الثمن، دابا العياد شويه عاوتاني تجي شويه قاصحه. داكشي اللي كان كيزيد الصاير وصافي، تزيد الصاير احسن العوان الجامع. ايوا كلشي على الله. كاين شويه ديال البيع، كاين شويه ديال البيع شويه اخويا، مازال مازال ما كتشريش، مازال الناس ما تشريش، كتصوم الناس وصافي. كاين غير مصومه، مصومه وصافي، مازال ما كتشريش. ايوا كلشي على الله. واش غدير السلاك؟
هي قول لي السلعه عطاوك فيها الثمن. الثمن وجينا لهاد الناس هادو. قول لي فتي محضيت كاين الثمن على هنا. والله الا كاين الثمن. تبيع ما تهز ما تحط. ما تهز ما تحط. والله ما تضرب ولا طريق لا. كل شيء على المكتب. لا لا ان شاء الله دابا يجيب الله تيسير. الله يسخر. الله يحفظك. هذه دابا المرقد ديال تيم حضيت. تيم حضيت تبارك الله. تتبع تبارك الله انا المهم تيزعموا عليا الناس الشامل. الله يسخر كاين الزين تبارك الله. هذه سلعه غليظه. فيها الرقيقه وفيها الغليظه. مخلطه. البيع تقريبا ما بيناش هنايا حتى علاش؟ كاينه 2100 2200 وكاينه هاد الكبار هادو كاينه 1500 هاد المويان هذا هذا يجيب الله 1600 حتى 1700 يجيب الله تيسير. الله يسخر اخويا الله يسخر لكم الله يسهل الامور الله يجيب تيسير. احنا الاخوان يعني الدراري ديال تيم حضيت الله يعمرها خيمة الصراحة تيخلوش علينا في السواق يعني تيعطيونا اثمنة حقيقية ما تيكذبوش علينا اللهم يسير. يعني الاخوان بدينا حنايا غير بهذا البركة هنايا. شوارع بيع ما كاين لا شوار لا والو سير الله يسخر. اصاحبي اجي ما بينتناش لا والو اجي. الاخوان لا سخر الاخوان نحضروا البيع المشط مباشرة ديال هذا الخروف هذا. عطاو الاخوان 165 165 عطاو في هذا الخروف هذا قطع له ب 170 الاخر قطع له ب 175 رجع الاخر دريس قطع له 170 يجيب الله تيسير صراحه الاخوان سلعه زوينه يعني. بالنسبه للناس الشمال الناس سيطوان لا اللي تيسولوا على القيطون ديال السيد فين كاين يعني الباب اللي حدا الباركينغ اللي تدخل معاه تلقاه الاول الثالث على اليمين. اقول خالي هذوك اللي نبيعو دريس اللي بيعهم اللهم يسر 44 يجيب الله كيف 2200 يمكن باش تبيع هذا صراحة الإخوان عجبني الديزاين ديال هذا القيطون هذا اللهم يسر. خروف سمينة الإخوان قطع 1650 قطعوا له ب 1700 يعني الإخوان على 50 درهم ما دارش الضحية. على 50 درهم. 50 درهم كان قطعة ب 75 وهما عطاو 65 قلت له قسموها. ما بغاش. ما تيبغيوش الخياطة ما تيبغيوش الخياطة. ها ما تيبغيوش الخياطة. دابا حنا راه غير عفوية هاد الخياطة عندنا حنا في السوق هذه عفوية. مولفينة. هادشي اللي كاين. أنا مولفين ديك الخياطة. لا لا. هذا ما كاين ليه كل بلاد كلشي على المكتب يجيب الله تيسير كلشي على الحمد لله عليه كلشي على المكتب انا غير السبب ها انا غير السبب غير السبب يجيب الله تيسير الله يسخر لكم الله يجيب تيسير الله يسهل الامور واحد مره هذا الشيء اللي كاين كتقول زعما دابا كتشد ما كيقول زعما واش الزيت يعني آه. ما كان فين تكحس ما كاين فين تكحس قالوا الاولين اش قال لك تكحس قال له دهر دهر الحمار قصير دهر الحمار قصير ما لقيت فين تكحس الكحس غنطيح غنطيح والو كيقول دابا زعما راه كرهتي راه ما عندك فين تكحس ايوا ليلي يلاه دابا راه غير الترونسبور ديالو هذا راه خاص والماكله دابا والماكله هنايا وجي عليها شحال ثلاثه الخدامه ولا اربعه الخدامه القيطه كنا في سته دابا هنا تبارك الله ومازال يزيدوا ومازال يزيدوا الدراري هاكل ان شاء الله كنشوف دير الحساب شي حاجه شي بركه وصافي من غير كاين هذا ما كاين كدور الحركه هو غير لا اله الا الله الله يسهل الامور
الجو ايوا كلشي على الله، كلشي غالي، طيح سلع وان الجميع. المهم الاخوان صراحه لا دابا غير من دابا كتقول له واحد الثمن اه كيقول زعما واش راك زعما زدتي عليه بزاف عليه ولا حكرتيه ولا قول له الثمن راه يمكن غادي يعطيوه لنا في البلاد. يقدروا كون خلينا كاع ما نضربوش ثمن اه يعني نقصنا واحد 100 درهم 100 درهم ولا 50 درهم راه نبيعوه. هذه راه تجيب فازرو تجيب 30 30 بعدا طاير اه طايره و 32 كاع 32 سقيتها هما تجي لك الفاتحه انا درت 33 كاع 30 حنا انا عندي هاد البركه دابا 34 هذا الخروف هنا اكثر هاد السيادي اكثر من 4000 ايوا ليلين يجيب الله تيسير دابا غير كيبقى فيك الانسان اللي كنقول لك الثمن اه وكتبقى ما دير كتبقى ما دير كل شيء على الله اللهم يسر. المهم الاخوان صراحه خروف زوينه انا اللهم يسر خروف مليح اللهم بارك. انا الاخوان بغينا نعطيو نوامر التليفون ولكن هضرت مع الدراري قال لك على حساب لا سارج ديال التليفون تيدي سارجا لهم التليفونات وما عندش بنادم فين غيسارجي اللهم يسر. المهم الاخوان حنا راه متواجدين كاملين هنا من الكسابه والبيعه والشرايه ديال الاطلس 60 حضيت راه متواجدين هنا في سوق القرنه يعني اي واحد دخل شي عنده مرحبا والف مرحبا للجميع ويسخر. المهم الاخوان وصلنا لنهايه الفيديو تحياتي للجميع ما تنساوش تفعلوا معنا في القناه تخليوا لنا شي كومونتير الناس اللي دخلت جداد مرحبا والف مرحبا اللهم يسر.